دابا كاين دورات تكوينيه في الشركات من التكوين المستمر، وكاين التكوين المستمر عند الجامعات، كاين المستمر التكوين المستمر عند المؤسسات، وكاين المستمر التعليم المستمر اللي ولينا دابا كنديروه تلقائيا لا داخل الجامعات ولا خارج الجامعات. وهذه المسائل هذه خصها يكون عندها واحد الصيروره، لان الانسان ماشي كيتعلم غير مره واحده، دابا دخلنا في واحد الجيل ديال الانسان كيتعلم مدى الحياه، وخص الانسان يبقى يتقبل هذه القضيه، لان تغيرات كبيره. من قبل كان الانسان كيشد دبلوم وكانت عنده وظيفه طول حياته، اليوم خصو يبدل الخدمه ديالو 5 10 20 30 مره، ولكن باش يساير هذه الوضعيه هذه خصو لابد ما يبقى يتعلم. التكوين المستمر مهم كبير، مهم جدا، ولكن خصنا نعملوا ليه الوسائل ديالو اللي كتخليه التكوين المستمر يكون ساهل ويكون يوصل لعند المغاربه كاملين. اللي كيميز هذا المنتخب ان حطينا فيت اليات لي زعما بور تري لي سي في السيره الذاتيه اللي كيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي، اللي كيوفروا للطالب ولا الباحث عن الشغل يحط السي في ديالو ولا السيره الذاتيه ديالو، وهذا السي في ديالو كيبروباجا ولا كيمشي عند جميع الشركات اللي حاضرين في هذا الملتقى. هذا منتوج مغربي 100%، الحمد لله كان اقبال من طرف الباحثين عن العمل ومن طرف الباحثين عن الشغل. وهذا البرودوي ولا هذا لي بورن انتيليجونت للذكاء الاصطناعي محتضن عن العديد من الشركات اللي كاين اليوم. الانشطه الرئيسيه ديالها هي كنديروا الذكاء الاصطناعي اللي عنده علاقه بالتشغيل، داكوغ، خلق فرص التشغيل. حنايا متشرفين اليوم التواجد ديالنا في هذا لو كارفور دو ماناجير باي ليسكاو اللي كيسمح لنا اننا نلتقيو بالشباب المغاربه اللي كيقلبوا على الشغل، ولهاد خصوصا بعد هاد الجائحه ديال كورونا اللي ما كانش كتسمح لنا اننا نكون كونتاكت مع الناس واننا نعرفوا بالفرص ديال الشغل اللي كاينه في المغرب. دونك الشركه ديالنا متواجده في المغرب في الرباط وفي مدن اخرى اللي هما مراكش، فاس، اكادير، مكناس. دونك حنايا اليوم كنعطيو الفرصه للناس انهم يعرفوا جميع لي دومين اللي حنايا كاينين فيهم. تنخدموا الناس اللي يلاه واخدين لي ديبلوم، وناس اخرين اللي بيان سور كي سون اكسبيريمونتي اللي عندهم تجربه في هذا الميدان. كعندنا جميع كنديروا تو سكي غولاسيون كليون، دونك العلاقات الزبناء، ولكن كنخدموا ايضا الناس اللي هما دي انجينيور دي جون دون اللي في الدومين ديال الفينانس. حنايا كنحلوا الباب لجميع هاد الناس، كو سوسوا يلا دي لوغيا اللي يلا تخرجوا، ولا الناس اللي اكسبيريمونتي واللي بغاو يديفلوبيو لي كومبيتونس ديالهم في الميدان الشغل.